نص كلمه بقلم احمد رجب شكرا بلا حدود للاستاذ الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعه عين شمس الذي اعطاني نسخه من شهاده رساله الدكتوراه التي قدمتها الدكتوره منال المراغي عن باب نص كلمه الصحفي الذي ينشر يوميا في جريده الاخبار اليوميه الصادره عن دار اخبار اليوم اكرر شكري كثيرا كثيرا مع خالص اجلالي واحترامي احمد رجب اداء صوتي ياسر حمايه